لكل متابعين موقع فوشيا، سبق وعرضنا عليكم المأكولات اللي بتساعدنا لنحافظ على نضارة بشرتنا. اليوم رح نحكي عن المأكولات اللي بتحافظ على شعرنا ويضل صحي، بتمنع التساقط والتقصف. أول شي رح نحكي عن سمكة السمو. مثل ما سبق وقالين كذا مرة أنه سمكة السمو غنية بالأوميجا 3، والأوميجا 3 الموجودة بسمكة السمو بتساعد كمان الشعر، بتعطيه صحة ولمعية. نوع تاني من الأكل اللي رح نحكي عنه هو اللبن. اللبن أو اليوغرت، الفروت يوغرت الموجود بالسوق، بيحتوي على الفيتامين B5 اللي هي نوع من الفيتامين اللي بيحرك الدورة الدموية، وبالتالي الدم بيصير يوصل أفضل على بصلة الشعر وبخفض من خطورة تساقط الشعر. القرفة عندها زيت مفعول الفيتامين B5 لأنه كمان بتقوي الدورة الدموية. نوع ثالث من المأكولات اللي رح نحكي عنه هو السبانخ. السبانخ هو نوع من الخضار الخضراء اللي بيحتوي على الفيتامين A، فيتامين C، على الفولات وعلى الحديد. وهالكومبينيشن بين كل هالمكونات من الفيتامينات والمعادن بتعطي السبانخ ميزة معينة للشعر، لأنه بخلي الشعر الجاف يصير رطب أكتر وبتمنع بالتالي التقصف. نوع ثالث من المأكولات هي المأكولات الغنية بالفيتامين C. رح نحكي عن الجوافة. جوافة كل حبتين من هيدي الفواكه إذا أكلناها يومياً بتخلينا نوصل لنص كمية الفيتامين C اللي نحن بحاجة لها يومياً، وبالتالي هي من الأنواع الفواكه الكتير غنية بالفيتامين C وبتخلي شعرنا دايماً رطب وصحي. غير أنواع مأكولات غنية بالفيتامين C كمان عندها زيت الذرة مثل الكيوي، الفريز، الحمضيات والليمون. رح ننتقل هلا لنوع جديد من المأكولات اللي هي المأكولات الغنية بالحديد. عم نحكي عن البقوليات، عن الحبوب، عن العدس خاصة. كمية الحديد المرتفعة بهيدول أنواع المأكولات بيمنع من تساقط الشعر. البروتينات كمان بتلعب زيت الدور، والدراسات بينت انه خاصة البروتينات الموجودة بالدجاج والحديد معها بيلعبوا دور بتخفيف ريسك تساقط الشعر. رح نحكي كمان عن البيض، خاصة بياض البيض اكيد اللي بيحتوي على البروتين اللي هي البيوتين، كمان بتلعب دور بتخفيف ريسك تساقط الشعر وبتحميه. ذات الشيء الزنك الموجود بثمار البحر بالصفد كمان بيلعب دور انه يخفف من خطورة تساقط الشعر. شغلة اساسية بدنا نعرفها انه لما يكون نحن عم بيتساقط شعرنا، عم بتكسر ضفيرنا، من المفروض نعمل فحص دم لانه ممكن يكون السبب هو ضعف الحديد. يعني دايما بنعرف شو السبب لنقدر نعالجه، ان كان بالادوية او ان كان خلال المأكولات. واخر المأكولات اللي رح نحكي عنها هي البطاطا الحلوة اللي هي هلأ موسمها. البطاطا الحلوة بتحتوي على كمية كتير عالية من الفيتامين A والبيتا كاروتين، وهذا الشيء بيساعد الشعر خاصة الجاف يكون رطب، وبالتالي بتساعد الشعر الجاف، بتخفف من ريسك انه يكون متقصف ويتساقط. واخيرا في شغلة كتير مهمة لازم نشدد عليها، انه اذا الشخص اوريدي فاقد بصلة شعره، الشعر عنده، او هو قاطع بحالة معينة وما عنده بصلة شعر عم تطلع، او شعره كتير ضعيف، المأكولات ممكن تقوي هالشعرة، بس ما بتقدر اكيد تطلع شعر من اول وجديد، وهذه نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها.